علي زوجته السابقة كانت بتلو هيدي هي مرتك كاتبة لمرتك الجديدة الأولى كاتبة للجديدة حتى تشوفك بهالشكل قرد سعدان كل شي فيه حيوانات ما بعرف أعملن ربط محبة أنا لهلا رح أعمله رح خلي الموضوع ينقلب قلب يعني خلي مرتك الجديدة تلزق فيك ما تتركك تحبك شي اسمه رابط محبة صرت تفك السحر للناس يعني عرفت علي شو بعد مسحور عنده سحر حدا كتب له عن شي شيخ وسخ او تبعول الشعوذه والسحر يجي لعندي انا فك له السحر الملاك اللي معي ما بقبل انا اخذ مصاري على هالشغلات هاي هيدي شغلات بدي اجيب مواد بدي اجيب عطورات بدي اجيب اشياء كتير مشان اقدر انا اقرب لقلب بينك وبين مرتك التاني نعم السحر بياخذوا شيء مثل الانسان شعره من راسه او شقفه من ثيابه وبيكتبوا له عليها شعوذه وشعوذة مزبوطة مش انه حكي محكي لها حكي بهاروت وماروت التنجيم هو شيء مختلف يعني التنجيم هو قراءة الأبراج والطالع عبر الأبراج والنجوم إلى ما هنالك واللي هي كتير رائجة عالميا وفي المسائل يلي بيدعي مثل صديقنا بأنه في هو أنه شيخ روحاني الشيخ الروحاني بيدعي بأنه هو يستطيع أن يتحدث مع الجن وأن أو مع ملائكة أو مع قدرة ما ورائية يلي بتقدر أنه تستجلب بعض المعلومات ليقدمها للآخر هيدا نوع معين طبعا في قراءة الكف موضوع آخر أنواع التارو موضوع جديد الفنجان إلى ما هنالك بمعنى أن ممارسات قراءة الطالع على أنواعها هي متنوعة ومتشعبة جدا يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا صراحة يا شيخ قصدين الله وقصدينك حكولنا عنك كتير خير إن شاء الله خير شو القصة؟ اجتني حالي عنده حمى كتير قوية عطول عنده حمى حرارته 40 ما تنزل عن 40 ولا يا شيخ الصبي عم يضل خايف كل الليل عم يبكي وإله زمان بهالشي؟ ايه بيضل نقزان يعني نحن عم نخاف هيدا صبي بتعرف خلص خلص وضحت دخيلك يا شيخ اللي بدك اياه تكرم عينك خلص وضحت الصوره خير ان شاء الله ننقل الحال الولد عم بيصرخ يعني نقزان